ليلة البارحة انتشر مقطع صوتي لطفلة سعودية يبدو أنها دخلت في خصام مع زميلتها في جروب للواتساب، فكالت لها الشتائم والتهديد والوعيد بسبب مواقف شرحتها في المقطع الصوتي. نتابع هذا المقطع الطريف ونعود. خفتي ها؟ خفتي يوم أنا وهنوف جينا ولا عينات، خفتي وطلعتي برا الجروب صح؟ والله إنك خوافة مرة، وترى على فكرة أنا أكرهك من يوم ما شفتك، ولا شفتك يجيني مرض وأغمى علي، فاهمة؟ بس أنا ما أغمى من هذا الوجه، أروح وأحاربك، ترى أقدر أسوي لك شيء ما تشوفينه أبد، وأقدر ألومك في شيء أنت ما شفتيه، فأهلا مرة ثانية ما تصرخين علي، ولا تصرخين على رغد وهلوف، فاهمة؟ والله هذا اللي قاعد تصرخ علي، هذا كبرها، والله إني بخاف منك، كأنك كبيرة والله، أنت أصغر وحدة. يعني أنا خفت، طيب على